أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الصحة والجمال في حلقة جديدة من برنامج بكرة أحلى. النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا، هنتكلم فيها عن فئة عامة جدا. في الفترة الأخيرة ومنذ تولي رئاسة فخامة الرئيس رئاسة البلاد، وهذه الفئة بتحظى كل الاحترام والتقدير والاهتمام وكافة الخدمات ذوي الأعاقة. سمي عام 2018 عام المعاق، لا تهاون في حقوق أبنائنا، تقديم الخدمة في كافة المجالات والارتقاء بالخدمة التي يحصل عليها ذوي الأعاقة. النهاردة هنتكلم عن المبادرة العظيمة، مبادرة الرئيس عن دمج ذوي الأعاقة بالمجتمع والمساواة بالآخرين، وهنتكلم عن التحول الرقمي وما هو دوره، مع القيمة العلمية الكبيرة دكتور جمال عبد الراضي الخبير الاستراتيجي في إعداد القادة والتنمية المستدامة للتحول الرقمي للدولة المصرية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا في قناة الصحة والجمال وبرنامج بكرة أحلى. تحية طيبة لفريق الإعداد والمذيعة الجميلة مشاعر. ميرسي دكتور للحوار الجيد، وسيادة المستشار محمود جاد الراعي للقناة. تحياتي لكل الفريق العمل. ربنا يخليك. في الحقيقة دكتور، مبادرة الرئيس تستحق مننا أن نلقي عليها الضوء. هي مبادرة دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بالمساواة بالآخرين. تمام. عايزين حضرتك تكلمنا عنها. طيب، احنا لو بدأنا أساسا في الحديث عن دمج ذوي الإعاقة مع المجتمع والمساواة بالآخرين، دي كانت مبادرة السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هو قال طلب الحكومة الخاصة والحكومة العامة، يعني القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الحكومة، كل مؤسسات الدولة، بإن يعملوا دمج أو يدمجوا ذوي الإعاقة مع المجتمع والمساواة بالآخرين. قال برجاء من المؤسسات. لو جينا اتكلمنا على الدمج كمصطلح في المجتمع، في بعض الناس من اسر ذوي الاعاقه بتفهم كلمه دمج التعليم بس. لا طبعا، ده المشاركه يعني في كل المجالات، يعني هو بيفتكر كده، لكن احنا بنقول لا، احنا بنقول كلمه دمج في المجتمع يعني في كافه مجالات المجتمع، اقتصادي، رياضي، علمي، كافة المجالات التي تعمل بها الدولة لهم حقوق في الجميع. بالظبط كده، لهم نفس المزج. والمساواة بالآخرين ان يطبق عليهم بدستور مصر وقانون ذوي الإعاقة بتاعهم زي الأصحاء. بالظبط كده، لان طبعا خدنا فترة كبيرة جدا، اكتر من 40 سنة، اكتر من 40 سنة مكهنين. بالظبط كده، اكتر من 40 سنة كان مفيش دمج ومفيش الموضوع الائتلاف، المجتمع كمان كان بيرفضهم بصوره او باخرى، لكن الحمد لله في وجود رئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه المصريه طبعا المساعده للفتره كمان بتاعه الدكتوره نيفين القباج، برضو في فترتها برضو وزيره التضامن ذات العمل الخدم الجميل، كل حاجه اتعملت في وجود السيده معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج. تحيه وتقدير طبعا. طيب، عاوزين نعرف الساده المشاهدين ما المقصود بالتحويل الرقمي وما هو دوره في خدمه ذوي الاعاقه. تمام. هو حضرتك احنا طبعا ممكن الساده المشاهدين يعتقدوا ان احنا مثلا بنكرر الجمل او مثلا برنامج مكرر او الكلمات بيسمعوها على اذانهم، لكن هم لازم يحصل ده علشان نعمل توعوية ثقافية. مظبوط. للمجتمع. التحول الرقمي بقى لغة دولة، لغة العالم بقى تحول رقمي. مظبوط. فلازم نهتم بيه. أكيد. ولو ما اهتمناش بيه يبقى مفيش نجاح. ليه بقى؟ لو أنا وصفت التحول الرقمي ده السبب إيه وجوده؟ لأن عندي خطة، أي دولة يا فندم في العالم ليها خطة، ليها منظومة. أكيد. اللي هي الخطة المستدامة. لو أنا قلت خطة مستدامة 2030 بتاعت الدولة المصرية، لا يمكن نجاحها إلا عن طريق التحول الرقمي، يعني حاجة بتجيب حاجة. تكنولوجيا والإلكترونيات. بالظبط كده. طب عندي التحول الرقمي، لا يمكن نجاحه إلا عن طريق قواعد البيانات، لازم أعمل قاعدة بيانات ثابتة.
أي. تمام؟ فلو قلنا في بساطة ما هو التحول الرقمي، هنقوله بلغات العالم، بلغات من هو متعلم ومثقف جدا، الحد الأدنى والحد الأعلى الأكبر الأدنى. أيوه. للفظة نفسها. هنقول مثلا بعض الناس بتعرفها انها اي تي او تكنولوجيا المعلومات او النت او الداتا. أيوه. او الكترونيات. يعني الفاظ كتيره. أيوه. ادنى لفظ فيه ان المواطن العادي اللي هو موجود في الدوله المصريه بيقول اذا ده كل حاجه اتحولت اوتوماتيكي، يعني بتيسر وتسهل الاجراءات على اي كافه المجالات لكي يحصل عليها في اي مجال بقى. في ابسط صوره التحول الرقمي هو لا تاتي الينا لكي نقدم لك الخدمه، بدل الخدمه وهو موجود في مكانه. خلاص اتلغت الاوراق، اتلغت المستندات الورقيه. اتلغت كل حاجه من الحاجات دي. دي طفره جديده كمان. طفره جديده طبعا. فبقى ناتي اليك لكي نقدم لك الخدمه. طب اذا كان هو ياتي اليك من باب اولى، لا سيما ان ذوي الاعاقه في المجتمع هو اكتر واحد محتاج لده. طبعا كان بقى في اعاقات كتيره ماديه لغتني يوصل اي مكان. ايوه مجهود. يبقى انا وكاني التحول الرقمي ده منحه الهيه من ربنا سبحانه وتعالى لذوي الهمم او ذوي الاحتياجات كما يطلق على الالفاظ. طب اكيد طبعا في تحديات واجهتكم في التحول الرقمي، عايزين نعرف ما هي التحديات او واجهه الدوله. هو طبعا حضرتك علشان منظومه التحول الرقمي بالمعنى الاصح تنجح لابد من قياده تكون عندها الدافع انها تتعلم ده. يعني اول حاجه اعداد قاده. طبعا اعداد القاده ده مهم جدا لان دول اللي هيعلموا الاجيال. ايوه. فلازم يبقى هو عنده الدافع مؤهل ان هو يتعلم ده. طبعا البنيه التحتيه. البنيه التحتيه من حيث الشبكات، النت يعني. الشبكات. كمان لازم يبقى في الدعم. كمان في الالات والادوات المعده الحديثه لاني انا انجح المنظومه بتاع التحول الرقمي. ايوه تمام. لازم يبقى في قبول كمان للمواطن او المجتمع ان يقبل ده. طيب لو انا جيت من الشبكه اللي هي البنيه التحتيه، بصي فخامه الرئيس بفكر جديد لما هينقل الادارات القائمه على خدمات الدوله الوزارات يعني للعاصمه الاداريه، وده موضوع كبير جدا هنتكلم بعد دلوقتي عن المدينه. أيوة. الكبيره ذات المساحه الكبيره لذوي الاعاقه في العاصمه الاداريه. ده في نقطه يا فندم قبل دي سابقه، ان هو بدل الشبكه التحتيه يعني من البنيه التحتيه قصدي لنجاح التحول الرقمي، سياده الرئيس عايز ينجح التحول الرقمي في مصر باقصى دول العالم. عمل ايه بقى؟ بدل ما النت بقى ارضي شبكات ارضيه، رفع في عنان السماء مصر عن طريق القمر. القمر الصناعي طيبه واحد ممتاز علشان ما يبقاش فيه. ما هو من عيوب التحول الرقمي ان السيستم وقع. أيوة. النهارده الشبكه قطعت. النت قطع زي ما توصف كده الفتره اللي فاتت. فعمل قمر صناعي طيبة واحد، ولسه طيبة اتنين، ولسه طيبة تلاتة. كلمنا عن المدينة الكبيرة اللي في العاصمة الإدارية للذوي الإعاقة. هو حقيقة إن كان الحمد لله حضوري مع فخامة الرئيس. متى جاءت الفكرة يعني؟ إني أنا حضرت معرض تراثنا، وكان هو في خطاب ما بيني وبينه بنتكلم يعني. فطبعا أنا صراحة وصفت بما هو يجب وصفه. أيوة. ان منذ 40 عاما لم يحقق هذه المنظومه لذوي الاعاقه الا في رئاسه معاليك. فتحيه لسياده الرئيس فخامه الرئيس. طبعا تحيه وتقدير. وطبعا البرنامج بكره احلى مع فخامه الرئيس، فدي حاجه يعني الحمد لله. انا بشكر صراحه فريق الاعداد والاخراج وحضرتك القائمين على هذا البرنامج الجميل. طبعا ان هو فعلا بكره احلى مع فخامته حقيقه فعلا في مصر، ان هيكون بكره احلى مع فخامه الرئيس. هي حياتنا بقت احلى اصلا مع فخامه الرئيس. بالظبط. دي حقيقه. فقال لي احنا رايحين لعمل مؤسسي. عارفه كلمه عمل مؤسسي حضرتك يا استاذه؟ يعني يقصد تحول رقمي. لان المؤسسه، اي مؤسسه عايزه تنجح
لازم يبقى فيها خطه مستدامه. خطه مستدامه يعني تحول رقمي، تحول رقمي يعني قاعده بيانات. يعني احنا اصبحنا في العصر الرقمي. بالظبط كده، الحكومه الرقميه، الدوله الرقميه. مظبوط. فقال ايه بقى؟ قال انتوا ليكوا مدينه كامله، مدينه الثقافه كامله بتحوي او بتحمل كل الاشياء التي تخدم ذوي الاعاقه. طيب في العاصمه الاداريه. طب استاذن حضرتك ناخد مداخله. الو. الو. معانا القيمة والقامة الكبيرة الكاتب أستاذ عبد الحليم أنديل. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. ألو. أيوة يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الحليم. هل نسبة 5% كافية لتوظيف ذوي الإعاقة في الحكومة وقطاع الأعمال الخاص؟ يعني أولا لا أظن أنها كافية. ثانيا أنها لا تطبق في كل في أغلب الأحوال. طبعا معروف أن نسبة 5% كان منصوصا عليها منذ قانون تأهيل المعاقين الصادر سنة 1975، ثم أعيد التأكيد عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018. وهي أقرب لدعوة معنوية إلى الالتزام، لأنه في واقع الأمر لا يطبق هذا النص بصرامة ولا بوضوح في سواء في دواوين الحكومة أو في مؤسسات الهيئات العامة أو فيما تبقى من قطاع الأعمال العام، أو من باب أولى لا يطبق في القطاع الخاص. أما أن هذه النسبة غير كافية فأمر واضح، يعني لا توجد بيانات أو قاعدة بيانات واضحة في مصر، لكن التقديرات التي تصدر عن مراكز الإحصاء الرسمية بتقدر عدد المعاقين بصورة متفاوتة ما بين 7 ملايين إلى 20 مليونا. ومن الواضح أيضا أن النسبة غير كافية، لأننا سنجد في القانون رقم 10 نصا على 10% من مقاعد او من غرف المدن الجامعيه للطلاب المعاقين. حتى في ظل التقدم اللي فيه طفره جديده في ذوي الاعاقه مع فخامه الرئيس، لسه في تقسيم. نعم. بقول لحضرتك حتى في ظل الطفره الجديده والاهتمام بذوي الاعاقه من فخامه الرئيس، يعني طبعا في اهتمام من حيث الوثائق العامة والخدمات، يعني في المادة 80-81 من الدستور، في نصوص القانون رقم 10 لسنة 2018، حتى في التعديل الذي جرى بالأمس فيما خص عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة ومضاعفة هذه العقوبة خاصة في حالات الاعتداء الجماعي. لكن يبقى أنه الوثائق شيء والحقائق شيء آخر، والحقائق أبقى من الوثائق والفصوص أبلغ من النصوص. لدينا مشكلة عامة في تطبيق القوانين لا تتعلق فقط بذوي الإعاقة، وإنما تتعلق بمجمل أوضاع العمل في البلد. بسبيل المثال، وجود حد أدنى للأجور مقرر في الهيئات الحكومية وبعض الهيئات العامة الأخرى وما تبقى من قطاع الأعمال العام، لكن القطاع الخاص الذي يشغل أغلب العاملين لا يلتزم في أغلب الأحوال بقاعدة الحد الأدنى للأجور. لو قلت لحضرتك على المستوى الصحي والتعليمي والخدمات المقدمة، هل استطعنا على نصل إلى ما نريد لذوي الإعاقة؟ طبعا لذوي الإعاقة القانون المشار إليه، القانون رقم 10 أشار إلى حقوق واسعة لذوي الإعاقة، من أول نسبة المخصصة لهم في التشغيل إلى أكواد البناء وأكواد الطرق إلى المزايا الصحية أو التعليمية. وبصفة عامة ليست المشكلة كما قلت في وضوح نصوص القانون. وطبعا فكرة إصدار بطاقة تثبت الإعاقة أيوة. كوثيقة
تتيح استخدام المواصلات العامة مثلا بنسبة مخفضة أو كذا، كل هذا قائم يعني. المشكلات في ظني التي يجب التصدي لها هي أولا وجود قاعدة بيانات واضحة ومحددة بأرقام محددة بعيدا عن هذه المروحة في الأرقام. اثنين، التطبيق الصارم للقوانين، لأنه أهم من صدور المزايا أن تحصل هذه المزايا من قبل المستحقين. شكرا ليك كاتب، شكرا الكاتب الكبير عبد الحليم قدير الكاتب الصحفي، شكرا لحضرتك يا مصر، شكرا جزيلا. نستكمل حوارنا على المدينة الكبيرة اللي في العاصمة الأدرية. تمام، طبعا أنا كل التحية والتقدير للكاتب الصحفي الكبير عبد الحليم قنديل، بشكره من خلال قناة الصحة والجمال على ان هو يعني صراحه انا مداخلته دي طبعا كل مداخلته لينا طبعا يعني شيء ده بيطفي علينا حاجه جميله جدا، لانه من ضمن الناس رجال الدوله اكيد. فلو احنا اتكلمنا، سياده الرئيس قال في مدينه ثقافيه كبيره مدينه الثقافه وفيها كافه الخدمات معموله لذوي الاعاقه. مدينه يمكن مساحتها اكتر من يعني لو خدنا مثلا نص القاهره كده الكبرى، هي نص القاهره تتضمن مدينة بقى بتتضمن برضو الادب، الفن، الثقافه، الدراما، المسرح، فيها مسارح وقاعات، هتبقى فيها قاعات كبيره جدا. يمكن السيد رئيس الجمهوريه كان الفتره اللي فاتت الشهر اللي فات كان رايح يتفقد هي الشغل اللي فيها. فيها مكتبه كبيره في المشاركه في طبعا فيها كل حاجه. يعني عندنا نماذج، نماذج يعني عميد الادب العربي كان طبعا طه حسين، الامام الترمذي طبعا، عمار الشجاعي، عندنا نماذج كبيره جدا نفتخر من ذوي الاعاقه بالظبط كده يا فندم. طيب كلمنا عن كارنيه بطاقه الخدمات المتكامله، وما هي الخدمات التي تقدمها لذوي الاعاقه؟ طيب الحقيقه ده سؤال جميل جدا ان انت حضرتك سالت السؤال دون، ونادرا جدا لما الاعلام بيركز على البطاقه الخدمات المتكامله اللي هو من اهم مفاتيح القانون. يعني لا يمكن ابدا حد ياخد خدمه او يقدم ليه خدمه في الدوله المصريه الا عن طريق بطاقه الخدمات المتكامله. اول حاجه هنقول بعض المسميات التي تطلق عليها من خلال المواطنين او المشاهدين. بتطلق عليها احيانا كارت الذكي، بتطلق عليها احيانا بطاقه الخدمات المتكامله، بتطلق عليها احيانا كارنيه، بطاقه الاعاقه. اخر مصطلح من شده جمال وحلاوه الخدمات المقدمه من الدوله المصريه لذوي الاعاقه تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتوره الجميله نيفين القباج، سموه كارت الذهبي، يعني زي قطعه من الذهب. تمام. طيب اول حاجه معالي الوزيرة مع وزارة الصحة هم متفقين على منظومة معينة لأن كله رقمي. أيوه. يعني بداية حياة ذوي الإعاقة أصلا رقمية لأن الكارت ذكي، يبقى بداية حياته هي رقمية. دي إشارة دقيقة جدا، كله بالتكنولوجيا بالظبط كده. فيبقى عندي كارت الخدمات ده مسؤول عنه مكاتب التأهيل اللي تابعة لوزارة التضامن في كل حي وكل محافظة. موجودين بكثرة وموجودين الحمد لله بيتعمل عمل. ايه الخدمات اللي بيقدمها بقى؟ لا ما هو حضرتك كارت الخدمات الاول بياخد تقرير طبي مختوم بختم النسر من القوات المسلحه او الشرطه او مستشفى حكومه بحالته، باثبات حالته للاعاقه. ده انا بكون عايز استخرج اوكي. وبعد كده بياخد ثلاث صور، وبعد كده بياخد ملف بلاستيك ويروح لمكتب التاهيل. مكتب التاهيل اصلا كمان في رقابه. ايوه. الوزاره مدياله صلاحيه ان يعمل استماره التقييم الوظيفي، فبيعملها عشان يطبق التقرير. بعد كده بتبتدي البيانات تترفع على الوزاره، بتحصل فيها مراجعه لغايه ما يوصل شركه ميزه للطباعه، لغايه كمان الحمد لله ان الوزيره عملت اتفقت مع شركات شحن توديه له لغايه البيت. يعني هنا بقى لا تاتي الينا بل ناتي اليك. طيب الخدمات المقدمه بموجب القانون 10/2018 68 خدمه، 68 ماده. تمام؟ ايوه. المواد جايز نقول ابرزهم جايز الماده، بس انا عايز اقول للساده المشاهدين
او اسرهم ان القانون لما بيجي يتعمل ما اتعملش علشانك انت بس، اتعمل على كافه الـ زي ما بيقولوها المتطلبات الحياه لذوي اعاقه. يعني جايز واحد يا استاذه مشاعر يكون مش كبير في السن مش عايز تعليم، طب ما هو عمل التعليم مجاني من غير مصاريف، طب انا مش عايز تعليم يبقى الماده دي مش هتنفعك، لكن ما تقولش انها مش هتنفع غيري. ايوه برضو واحد تاني مركبش عربيات مواصلات برضو هقول له في خصومات 50% اقل حاجه، وفي اعفاء مجاني، وفي 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 للمواصلات في اعفاء مجاني، فانت ما بتركبش، يبقى انا المجاني بالنسبه للدرجه الثالثه للقطار مجاني، والباقي كله بنص وزاره النقل. المترو الانفاق ب 50 قرش اللي هو نص جنيه ايا كان المحطات. كمان السيارات بتاع الباص ان وزاره النقل عامله برضو تخفيضات كبيره جدا جدا، وفي نوع فيهم مجاني بيساعدوا يعني في الدوله. هل في وظائف طبعا قانون او قطاع خاص؟ هو القانون 5% المفروض ان بيضمن من الدوله بتساعد في ده. لا في تيسيرات ممكن يكون مش وظيفه، لا هو حضرتك ممكن يكون قطاع خاص، ممكن يكون هو حضرتك كمان عايز القطاع يعمل مشروع ماشي، القطاع الخاص شغال في ده. لكن قصدي حضرتك ان نخلق فرصه سوق عمل لذوي الاعاقه. والله الحمد لله الملف ده جميل جدا، واحنا اشتغلنا عليه باني عملنا حاجه اسمها شيف رقمي اللي هو الطاهي، بنعلمه انه يبقى شيف في الاكاديميه، طبعا مش هنعلن عنها الا في التواصل الاجتماعي ان شاء الله، والاوراق المطلوبه. كمان هيبقى في عندنا برضو الميك اب للكوافير والتجميل. عندنا كمان الحاجه الثالثه الجميله اللي احنا هنقدر نعملها حاليا دلوقتي ان شاء الله مع استاذنا الجميل صاحب المهرجانات يعني الجميله، يعني في اكاديميات تتبنى تاهيل طبعا يا فندم ذو الاعاقه لسوق العمل. طبعا عندنا كمان الاستاذ احمد العزبي اللي هو ايجي فاشن، كمان ان شاء الله هيبقى فيه فاشن. طبعا ده هيخش بقى في مصنع للملابس الجاهزه، وهيبقى فيه موديل من ذوي الاعاقه اولادنا ذكور واناث، هيبقى برضو في فاشن جاي ان شاء الله. احنا بنوعدهم بعمل جديد من خلال قناه الصحه والجمال، بنوعدهم بكل جديد وكل. طب لو كلمنا بقى على الضرائب بالنسبه لذوي الاعاقه، هو حضرتك اصلا يعني المفروض ان في سياره مع فيها جمارك وضرايب، دي من بيقدم عليها في المجالس الطبيه، وبياخد الكشف وبيروح بيه المينا اللي هو سجل فيه اذا كان بورسعيد او اسكندريه. هناك اوريدي كان الاول بيعمل اعفاء ضريبي وجمارك، بس العربيه دي مثلا ب 50,000 جنيه بتدفع ال 50 ويديكي مثلا وصل تاني تستردي الجمارك والضرايب، انما دلوقتي بيعفي من اولها ما فيش استرداد، يعني في اعفاء جمركي زيرو زيرو. ضرايب صفر وجمارك صفر، هايل حاجه. يعني ممكن العربيه توصل 70,000 جنيه او 80 او 100. هي اوريدي لما بعد 5 سنين اللي بيتفك الحظر بتاعها، 5 سنين بعد 5 سنين ممكن انت تبيعي عشان تجيبي حاجه جديده، ممكن توصل البيع بتاعها 150,000. طب لو حد من ذو الاعاقه حابب يعمل مشروع، ايه الاوراق المطلوبه؟ لا هو حضرتك منظومه ذوي الاعاقه بالنسبه للمشروع المشاريع اللي هي فتح سوق العمل، ده اول حاجه موضوع كبير جدا مساعده الدوله في عشان نقول ان ذوي الاعاقه ما يقعدش يستنى 5%، لان ده مش متاح احيانا للدوله او مش متاح للناس، لكن ممكن فبنفتح سوق العمل. المشروعات الصغيره والمتوسطه مختصه بجهاز تنميه المشروعات، هو فاتح كل المجالات لذوي الاعاقه. كمان بعد ما ياخد دورات تدريبيه في الاكاديميات الخاصه بالشيف او الطاهي او ميك اب والتجميل او الفاشن او الملابس الجاهزه، هو اوريدي هياخد شهادات معتمده يقدر من خلالها يشتغل اونلاين من البيت. يشتغل اونلاين من البيت ان هو برضه يتعامل مع الدوله بالطريقه دي، يفتح مصنع، يفتح محل، مطعم، ايا كان. كلمه اخيره توجهها لاسر ذو الاعاقه. هو صراحة إن أسر ذوي الإعاقة أنا بقدم لهم تحية طيبة، لأنهم يعتبروا يعني مش عايز أقول لحضرتك هم شهداء. أنا من اللي أنا شفته في المجتمع معاهم والتعامل طبعا. بالذات المرأة صراحة تحية طيبة لكل امرأة قائمة على عمل عندها من أولادها أو زوجها أو أولادها من ذوي الإعاقة، لأنها هي أكثر الناس حرصا على بذل المجهود معاهم صراحه. تحيه طيبه للمراه
وتحية طيبة للرجل برضو أيضا علشان ما ننساش دوره. لكن يمكن المرأة بتبقى مع أولادها في ذوي الإعاقة مشغولة جدا جدا، عايزة توصلهم لأعلى إمكانيات في الدولة. شكرا جزيلا دكتور جمال عبد الراضي الخبير الاستراتيجي في إعداد القادة والتنمية المستدامة للتحول الرقمي للدولة المصرية، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك، أنا بشكر فريق الإعداد طبعا، بشكر حضرتك. أحب أوجه تحية وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جابر الخواطر لاهتمامه بذوي الإعاقة. وكده نكون خلصت فقرتنا، انتظروني يوم الثلاثاء الساعة 11 في برنامج بكرة